حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. اكدت تقارير صحفيه ان موجودات 8 مصارف عراقيه اهليه قد ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضيه الى اكثر من 13 تريليون دينار. وقالت التقارير ان مصرف المنصور ومصرف الاقليم التجاري ومصرف اشور الدولي ومصرف الجنوب الاسلامي والمصرف العراقي الاسلامي ومصرف بغداد ومصرف التنمية والمصرف الأهلي العراقي ارتفعت موجوداتها منذ عام 2019 ولغاية عام 2023 بمقدار 108%، لتبلغ قيمة موجوداتها خلال 2023 أكثر من 13 تريليون دينار، بعد أن كانت مجمل موجودات هذه المصارف في 2019 لا تصل إلى 7 تريليونات دينار. ضبطت هيئة النزاهة في العراق تلاعبا وتزويرا في 19 معاملة جمركية ضمن مركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة. وبحسب الهيئة فإن المعاملات الجمركية المضبوطة تم التلاعب بها وإعطاء تسلسل حدودي لأكثر من تصريحة لعدة شركات دون دفع الرسوم الجمركية والضريبية الواجب دفعها إلى الدولة، مضيفة أن ضمن هذه المخالفات 6 معاملات جمركية عائدة لإحدى الشركات تم التلاعب بأوامر تسليم البضاعة الخاصة بها وتزويرها فضلا عن تغيير أوزان البضاعة في كل أمر تسليم. حددت إدارة مطار بغداد الدولي 4 منافذ لبيع الدولار للمسافرين في صالة المغادرة. واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ستفتح أبوابا جديدة للفساد وتهريب العملة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مع وجود إجراءات وأبواب تحايل جديدة على إمكان حصول المسافرين الحقيقيين على الدولار، خاصة وأن شركات الصرافة التي منحت حق وتصريح البيع داخل المطار تعود لمكاتب اقتصادية وجهات متنفذة. خفضت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز التصنيف السيادي لمصر من بي إلى بي ناقص أو ناقص بي، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد. وتعاني مصر أزمة اقتصادية طاحنة مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة الجنيه. ففي مطلع الأسبوع الجاري قلصت البنوك المصرية الحد المسموح باستخدامه بالعملة الأجنبية من خلال بطاقات الائتمان سواء في الخارج أو على الإنترنت. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة الفيدرالية أقفلت عامها المالي في أيلول الماضي بعجز يقارب 1.7 تريليون دولار. وبحسب خبراء اقتصاديين فقد يتجاوز العجز 2 تريليوني دولار، حيث بلغ العجز الحالي زيادة بنحو 320 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 23% عن السنة المالية للعام الفائت. ولنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.